بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة من ملاعب التنس. هو لاعب كان مشهور قوي في الثلاثينات والأربعينات، اسمه آرثر آش. آرثر دون ده كان أسطورة ويمبلدون. ويمبلدون أشهر بطولة تنس في يعني في العالم، وهو من أوائل الناس اللي كسبوها مرة واثنين وثلاثة. لكن الحقيقة نهاية حياته كانت صعبة جدا. هو يعني توفى في أثر إصابته وهو يعني في عز قوته بمرض السرطان، وكانت النتيجة إن هو يعني كان في آخر حياته قعيد الفراش تماما. وبدأت تجيله رسائل كتيرة من الناس المعجبين بيه، اللي يواسيه واللي يبكي لحاله، وهو كان بيتأثر ده جدا. بس في رسالة من الرسائل جات له كانت غريبة جدا. واحد بعت له رسالة بيقول له: لماذا أنت؟ يعني إيه لماذا أنت؟ لماذا أنت يختارك الله لهذا المرض اللعين؟ اشمعنى أنت اللي جالك المرض ده؟ اشمعنى أنت اللي ربنا حطك في هذا المرض اللعين؟ يبدو أن آرثر دون كان عنده إيمان، فرد عليه قال لهم اكتبوا، ورد عليه وانتشرت الرسالة دي. قال له: في العالم اللي احنا عايشين فيه بدأ 50 مليون طفل يمارسوا رياضة التنس، منهم 5 مليون فقط اللي تعلموا قواعد لعبة التنس الصحيحة. من 5 مليون فقط دول، في 500 ألف بقوا لاعبين محترفين. من 500 ألف فقط اللي بقوا لاعبين محترفين، بقى في 50 ألف هم اللي بيوصلوا للبطولات العالمية. من ضمن دول بقى في 5 آلاف واحد بس بيوصلوا للبطولات الأعلى في العالم، منهم 50 واحد وصلوا لبطولة ويمبلدون في انجلترا. من 50 القليلين دول، في 4 بس اللي وصلوا للدور اللي قبل النهائي. من 4 دول، 2 فقط اللي وصلوا للدور النهائي، واخيرا في واحد فقط هو اللي فاز في المنافسة دي وكسب ويمبلدون، كان انا. ولما استلمت الكاس ورفعته وانا فرحان جدا، ما سألتش ربنا ليه انا، لماذا أنا؟ فليه دلوقتي لما يصيبنا الأذى ويصيبنا الألم نقول لماذا أنا؟ الله، كلام عاقل جدا وكلام مؤثر جدا. ليه يا جماعة لما بيجينا الخير ما بنقولش طب اشمعنى أنا اللي جالي الخير، لكن لما يجينا الألم نقول اشمعنى أنا اللي جالي الألم؟ والله والله منطق الراجل ده منطق قوي جدا. القصة دي بتعلمنا الرضا، تعلمنا لما يصيبك مصائب الزمان ما تقولش ليه وش معنى، إنما زي ما بيجيلك الخير وتفرح بيه وترضى بيه، لما يجيلك الألم ارضى، ارضى عن الله في الخير وفي الشر. ولذلك حديث النبي جميل وهو بيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو ده الإيمان، وهو ده الرضا اللي يجيب بسمة أمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.